الود بكل الحب نتواصل نتواصل. واليوم جينا المنوبة، جينا المنوبة في ليلة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يكون مبروك على الأمة الإسلامية جماعة، إن شاء الله يكون مبروك على تونس. تونس اللي تستعد قاعدة اليوم تستعد الاستحقاقات انتخابية، الاستحقاقات نتاع الديمقراطية، إذا كان إن شاء الله تكون ثم ديمقراطية. دونك تونس اللي قاعدة تعيش في مخاذ، مخاذ كبير برشا، كما المخاذ اللي يعيشه المواطن وقت اللي يدخل للسوق، نحبه ولا نكره. احنا اليوم قلت في ليلة عيد الأضحى المبارك، واش نعرفوا وقاعدين نتبعوا في بورصة العلوش كما نتبعوا في بورصة أسعار الخضر والغلال. حبينا نبدأ من هنا على خاطر باقي احنا كما قلت في ليلة عيد، في ليلة عيد نشوف الدومينونت لهنا، معناتها الحاجات اللي مسيطرة هي استعدادات العيد، هذاك الفحم، هذوكم الكوانن، التواجن، الحاجات اللي تابع العيد، خليني نقول كيما لهنا المراوح هاوكا، ودير حتى فيها عيد سعيد. خلينا باش نتسلف هذا نكمل بها الحسه. ها دونك الشوايات هذا كله ما عادش عندنا سوفل، احنا باش نجموا ننفخوا العلوش، هاكا نشريوا لو بومب باش نجموا ننفخوه. هذه سفافه دونك المقصات كلها، لا لا ماهوش باش يعطيني صحيح، دونك ما نحكيش معاه. لا لا ها يا بابا بقداش السكاكين؟ قول الصحيح، قول الصحيح. من 15% حتى ل 5000. حتى ل 5000 تاع ذبيحه كبار ب 5000. اي وانت صحيح خديت زيت سكينه لدارك؟ انا عندي سكينه نتاع عزيز، نتاع عزيزك. صدقني دور له اللي هو، دور له اللي هو عادي. وانت تو تعرف تذبح؟ لا ما ذبحش. ما تعرفش؟ ما انت تو تصرف العلوش وتزيد عليه مصروف نتاع واحد دب. لا عندي وتحبش يذبح لي بلاش. يذبح لك بلاش، قول له يتعدى لي من بعد. توا باش ندخلوا عاد للصحيح، ندخلوا للامور هاكا. احنا قلنا ليله عيد وكيف ما العاده معناها في المناسبات الاسعار تزيد، علاش؟ على خاطر على مستوى من مستويات ما عندنا حتى متابعه احنا. هاو صحيح، من غير ما نسمع برشا كلام وبرشا تفسيرات اللي ما عنده. هذا يا جمعة التالي ولا أربع أيام التالي كان يتباع ب 12%، أخزر له اليوم قداش سمه هكا زوز دينارات. دونك رانا مانيش نتكلم من فراغ، كيف نتكلم على المتابعة. عسلامة حاجة، قضيت للعيد ولا كيفاش؟ هاني هاني يا كيكة. والله